فبعثوا يدكم. ولا بد أن يكون هذا حال كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ما استفاد شيء. الهم والشغل الشاغل أدخل الجنة. نعم. قال نعم. قال نعم نعم. رواه مسلم: ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلا. أو أكثر من هذا على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور تقدم معنا في الفقه أن الطهارة على قسمين: طهارة باطن، وهذا أهم ما يكون الإخلاص، وطهارة ظاهر إما من الحدث الأكبر أو الأصغر، أو طهارة البدن والبقعة والثوب. طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة حدث أصغر وأكبر، وطهارة خبث بدن بقعة ثوب. أهم ما يكون طهارة الباطن، إنما المشركون نجس. فالطهارة يبدأ بها الفقهاء بكتاب الطهارة. لماذا؟ أرادوا أن تطهر الباطن قبل الظاهر. لا تصح أي عبادة إلا بهذا، بالتوحيد، شطر الإيمان. إذن هذا هو المقصود، طهارة الباطن، طهارة معنوية، هذا هو المقصود. المقصود الثاني أن الصلاة لها شروط، مفتاح الصلاة طهارة. نعم. شطر الإيمان أن الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحمد لله تبلغ الميزان. الحمد لله، ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وأنه ميزان حقيقي، وتوزن به الأعمال، وقد توزن الصحف، وقد يوزن العامل. له كفتان وله لسان على ما ورد عن بعض السلف. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. الحمد لله تملأ الميزان، يوجب منك أن تكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعندما تقرأ الفاتحة تحمد الله سبحانه وتعالى، ويقول الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. نعم. وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض. وهذا فيه أنك بهذا تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكم يحصل لك من الحسنات. نعم. تنزه الله سبحان الله، أي تنزيه الله عن كل نقص وعيب لكماله سبحانه وتعالى. نعم. والصلاة نور. الصلاة نور، نور في القلب، نور في الطريق، نور في قبره، نور في الدنيا، نور في الآخرة. الصلاة جعلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عين في الصلاة، تنور لك الطريق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. فلا بد من إقامة الصلاة وتتذكر أنك بهذا يكون لك نور. نعم. قال: والصدقة برهان. الصدقة سميت بهذا الاسم، سميت الصدقة بهذا الاسم أنها صدقة، لأنها تدل على صدق الإيمان. لأن النفس في الغالب شحيحة بخيلة، تحب المال، فعندما يخرج هذا المال فهذا دليل على صدق الإيمان، ولهذا سميت صدقة. وسميت زكاة لأنها تزكي وتنمي المال وتزكي النفوس.
نعم. طيب قال تعيد تعيد الطهر سطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أين أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان. نعم برهان يعني تدل على صدق إيمان هذا المتصدق أو المزكي. نعم والصبر ضياء. الصبر قال ضياء وقال في الصلاة نور لأن الصبر مثل اسمه مر مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر يقول مثل اسمه هناك شيء يسميه الناس صبر مر يكون عند هؤلاء الذين يبيعون الأعشاب وكذا. قال الصبر مثل اسمه مر مذاقته. الآن تشرب الدواء طعم مر ورائحة كريهة صحيح؟ ما الذي يجعلك تشرب هذا الدواء؟ لما يترتب عليه من شفاء. فالمصيبة مرة ما الذي يجعلك تصبر؟ الإيمان بالله. والصبر واجب بإجماع الأمة تصبر على طاعة الله حتى تؤدى وعن معصية الله حتى تجتنب وعلى أقدار الله. ولهذا قال في الصلاة نور وفي الصبر يقول ضياء لأن الضياء في حرارة والصبر في مرارة. وتتذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للصابرين وبشر الصابرين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة إما لك أو عليك. فالذي يتعلم القرآن ويعمل به ويدعو إليه ويصبر فهذا كان القرآن حجة له لا عليه، وإلا كان عليه نسأل الله العافية والسلام. وإذا أخواننا يعني لم نتعلم القرآن من يتعلم؟ وقلنا أقل ما يكون الفاتحة وقصار السور. نعم كل الناس يغدو كل الناس من مؤمن وكافر يغدو أي في أول النهار هذا على الغالب. وهناك من يذهب أو يخرج إلى الرزق أو كذا في آخر النهار. فالناس في هذه الدنيا كل واحد يفتح ويتعب ويعمل. والناس لهذا انقسموا إلى قسمين، قسم يغدو في أول النهار ويعمل لله وعرف سبب الوجود في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو عندما يعمل في هذه الدنيا يعلم بأنه عبد لله. والوقت هذه الأوقات وهذه الدنيا دار عمل ليست دار جزاء أو لعب أو ما إلى ذلك. فهذا نسأل الله من فضله يعتق من النار واشترى نفسه بهذا بالعمل. أما الآخر نسأل الله العافية والسلامة على ضد الأول قال كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. نعم إما أنه يعتق من النار أو أنه نسأل الله العافية والسلامة. نعم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال. نعم هذا يسمي العلماء حديث قدسي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. نعم يا عبادي يا عبادي هذا نداء من الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم فيما تقدم أن العبودية على أقسام ثلاثة. عبودية عامة تشمل كل مخلوق إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا تحت قهره وتصرفه ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ملك الله. الثانية العبودية لله عبودية الطاعة
الذين استجابوا لله والرسول. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كل المخلوقات لا، الذين استجابوا لله والرسول. وعباد الرحمن الذين استجابوا لله والرسول، عبودية خاصة. القسم الثالث من العبودية، عبودية خاصة الخاصة، عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قاموا بأكمل عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم. ولهذا أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وصف بهذا في أعلى مقامات الرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إني حرمت الظلم على نفسي. والله سبحانه وتعالى قال: وما ربك بظلام للعبيد. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله. إني حرمت الظلم على نفسي. نعم. وجعلته بينكم محرما. نعم، وحرم الظلم على العباد. فلا تظالموا. إذن كل واحد لابد أن يعدل، لأن الدين الإسلامي دين عدل. ويخطئ من يقول أن الدين الإسلامي دين مساواة. لا يمكن أن نقول أن الدين الإسلامي دين مساواة، لأنهم عندما يقولوا الدين الإسلامي دين مساواة يريد أن يساووا بين الرافضة والسنة وكذا وكذا. الدين الإسلامي دين عدل، ولم يأتي في كتاب ولا في سنة أن الدين الإسلامي دين مساواة. فلا تظالم. بعض الناس يتكلم على الحكام والسلاطين في الظلم، ويظن أن تحكيم الشريعة يكون عند السلطان وعند القضاء في المحاكم، ولا يدري أن كل واحد لابد أن يحكم الشريعة. صحيح، في كل شؤون الحياة. فلا تظالم. نعم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طلب الهداية. وقلنا في كل يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. تقول يا رب بين لي هذا الطريق وسددني لسلوك هذا الطريق. فلا بد من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم، الجنة لا تطلب إلا من الله، وكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. ولهذا تدعو الله سبحانه وتعالى بماذا؟ برزق الحلال، على ما تقدم أيضا معنا في الأحاديث. نعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا فيه أن الإنسان عندما يولد يولد بلا لباس، ولباس التقوى ذلك خير. نعم، فتطلب من الله كل شيء، لأنه هو الملك والمالك. إن الله هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. نعم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. أيغفر الذنوب؟ غفر الذنوب يكون بالستر مع التجاوز. غفر الذنوب يكون بسترها مع التجاوز عنها. نعم، فنطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وأنت تقول الآن في الصلاة: رب اغفر لي، رب اغفر لي. نعم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتنفعوني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، الذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. نعم، فالله سبحانه وتعالى غني عنا. يا أيها الناس
أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أقدر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك للملك شيئا. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا في صعيد واحد، ومن أسباب إجابة الدعاء اجتماع الأمة، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحيض وذوات الخدور أنهم يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لأن اجتماع الناس في الدعاء، لكن الاجتماع في الدعاء يكون على ما وافق السنة لا ما على خالف ما هو مخالف للسنة. تسمع اليوم وتأتيك بعض الرسائل الاجتماع اليوم، المهم لا بالأمس حتى لا يظن ظان اليوم، بالأمس لابد أن نجتمع في المساجد بعد صلاة العصر. هذا من قال هذا؟ وهل صنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لا، اجتماع في الجمعة سميت جمعة لهذا اجتماع الأمة، لأن لدينا اجتماع يومي في الصلاة المفروضة الخمس، واجتماع في كل أسبوع، واجتماع في كل عام في عيد الفطر وعيد الأضحى، واجتماع لكل أقاليم الأرض في عرفة، وبهذا يكون الدعاء. نعم، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر. لو لديك إبرة كبيرة أو صغيرة وأخذت بها شيء من البحر، هل ينقص ذلك من البحر؟ لا. وهذا فيه تأكيد أن الله سبحانه وتعالى لو أعطى كل واحد فلا يمكن أن ينقص هذا من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. نعم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وكفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وبعض الناس يتكلم أحيانا ويقول الكلام ليس عليه جمالك، يعني ما يحاسب. لا، كل شيء يحاسب عليه العبد من الأقوال أو الأعمال. وأحصيها لكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نعم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن دخول الجنة يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، وهديناه النجدين. نعم. ومن وجد غير ذلك، وكان الأصل أنه لا يقول غير ذلك، لكن هذا فيه ترك ما يستقبح ذكره، وأنه لا يمكن أن يوصف هذا المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها لك، وإن تكو ما قال طالحة، لأنه لا يمكن أن توصف جنازة الإسلام بهذا، قال غير ذلك. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مرأة، هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وجاءه سهم قبل أن تبدأ المعركة ولم يعرفوا هذا السهم من المسلمين أو من الكافرين، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم أم هذا الرجل وقالت: يا رسول الله أخبرنا أين ابني، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في ما يمكن أن تقول في النار، حتى وإن كان هذا هو الواقع، وإن كان في الأخرى. مفهوم؟ ولهذا مر معنا في كتاب التوحيد قال: هو على ملة عبد المطلب، ما أراد أن يحكي الكفر بلسان مع أن حاك الكفر ليس بكافر. نعم. من وجد غير ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا يلومن إلا نفسه. قامت الحجة عليه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور للأجور. ذهب
أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور. فيه في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون إلى الخير، الأغنياء يتسابقوا والفقراء يتسابقوا، وكانوا يتسابقوا حتى جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء الأغنياء سبقوا، ماذا نصنع؟ قلنا كما قلنا في قصة معاوية رضي الله عنه، يقول أنا لا أسابقك على الدنيا، أسابقك على جنة عرضها السماوات والأرض. اختلف الفقهاء أيهما أفضل، غني شاكر أو فقير صابر؟ ألفت مؤلفات في هذا، أيهما أفضل، غني شاكر أو فقير صابر؟ ألفت مؤلفات واختلف الفقهاء في هذا، وحل الإشكال والله أعلم شيخ الإسلام، قال أفضلهما أتقاهما عند الله، والحمد لله. قلنا لا تجعل نفسك في مقام القضاء وكبار العلماء، أفضلهما أتقاهما عند الله. فهؤلاء الآن الفقراء أرادوا الزيادة في الخير، الأغنياء سبقوه. نعم نعم. يصلون كما نصلي، يصلون كما نصلي. لم انظر إلى الأغنياء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من المبشرين بالجنة عثمان رضي الله عنه، وجهز عثمان رضي الله عنه جيش العسرة، قال من يجهز، قال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وأضمن له الجنة، وضع الأموال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تظن بعد هذا أن عثمان رضي الله عنه لا يكون بين الخوف والرجاء؟ لا والله. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة كذلك، من أغنياء الصحابة. فهؤلاء الغنى لم يمنعهم من أنهم ينافس الفقراء. نعم، يصلون كما نصلي. نعم، ويصومون كما نصوم، ويصومون كما نصوم. نعم، ويتصدقون بفضول أموالهم. هذا الذي تميز به الأغنياء عن الفقراء. نعم، يتصدقون. نعم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ نعم. إن لكم بكل تسبيحة صدقة. نعم. وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحد صدقة. نعم. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.